تقول لنا كده حته دلع مثلا شوشو زينا ما بيقولوا لها ولا ليها هي دلع خاص بيبقى في السر كده مستخبي. شوشو بقى ليها دلع دلعات مش دلع. طب عايزين نشوف شويه دلعات حبيبي. انا اقول لها ايه؟ نوسي والنوسي، اللحمه والمحمه، يا روحي الفز واللوزدو، يا روحي يا روحي. طب ايه الحاجه اللي ممكن تكون بتضايقك شويه من شوشو؟ بتسيب النور والع. كل الامهات بتضايقوا من معرفش الموضوع ده بيحز في نفسه يعني. بصي ممكن تصرف في اي حاجه في الدنيا الا نور المطبخ. تصحى من النوم تلاقيني مولعه نور المطبخ ده كاني مثلا قتلت قتيل. كل الامهات حرام عليكي ما بتطفيش نور كاني لمبه نور المطبخ دي مثلا بنتها وانا مش بنتها. وانت معايا اهو مش انا الوحيد مش انا الوحيد ارائهم واحده. لا عايز اقول لك المفاجاه ان انا كمان مع اولادي كده. يا مريم طلعتي بره اوضتك يا حبيبتي ومشيتي وخرجتي اطفي النور. لا والنور كمان مريم بتسيب النور والتلفزيون يعني تخرج تروح الجامعه يعني هتقعد بقى مثلا 7 8 ساعات. هي نفس الحكايه التلفزيون متولع والنور متولع. لا بتسيبهم وتمشي خالص من الاوضه. لا انا لا بتخرج مش من الاوضه من البيت بحاله من البيت كله يعني تروح الجامعه فادخل الحكايه. لا انا بقفل التلفزيون اوضتي بس التلفزيون. انا بنام لا بنام على التلفزيون بس وانا موجوده على التلفزيون انا كمان. لكن لو انا خارجه بقفل. لا وهي خارجه لا وبالصدفه مثلا ادخل اوضتها لا لا اشيل طبعا بنام على التلفزيون. لا انا معرفش لا انا برضو بنام على التلفزيون. وقبل ما يبقى في تلفزيون في اوضه النوم كنت بنام على الراديو. لا لازم انام وجاي جنبي الراديو ماشي. وانت الدنيا ساكته حضنك وانت نايمه مش كده. انما التلفزيون بقى صح يا زوزو عشان تعرفي ان انا جده يا زوزو يا حبيبتي. لا اجبن عليك جدوديه.